أهلا بحضراتكم من جديد. هنتكلم دلوقتي عن نجاح الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ولأي مدى أصبحت نموذج يحتذى به في مواجهة هذه الظاهرة. كمان إيه هي أهم برامج الحماية الاجتماعية اللي أطلقتها الدولة في عهد الرئيس السيسي لدعم المواطنين الأكثر احتياجا، ولأي مدى نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في توفير فرص العمل المختلفة والحد من مشكلة البطالة. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الأستاذة فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب. سيادة النائبة أهلا وسهلا، عاملة إيه؟ أهلا وسهلا، أهلا بيكي. خليني الكاتبة الصحفية يا أستاذة فريدة. يا أستاذة فاري. أيوة يا أستاذة فاري. خلينا نبدأ طيب من النجاح الكبير الحقيقة اللي حققته مصر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. نعم. شايفة إزاي يعني الدور اللي قامت بيه مصر في مواجهة ظاهرة خطيرة زي دي؟ والحقيقة كانت في تحديات كتير بتقابلها الدولة في مواجهة الظاهرة وقدرت أن هي تتخطاها. طبعا. شوفي أنا عايزة أقول ومش هتعب إن أنا كل مرة أقول إن الرئيس السيسي ده يعني حاطط إيده على كل ألمنا وكل مشاكلنا وكل سلبياتنا وكل حاجة وحشة علشان يخليها حلو، عارفة؟ يعني مش بيعمل تشخيص ويسيبك، بيعمل تشخيص ويعالجك ويشوف إيه العلاج. وبحس إنه هو حاطط ودنه على كل آهة مصرية، ها، وحاطط قلبه مع كل دقة قلب مصرية. فالهجرة الشرعية دي خطورتها كمان فين؟ أول حاجة إنها الناس بتجري بتسيب بلدها، دي حاجة. الحاجة التانية إن دول هم التجارة الرابحة للأعضاء، يعني زراعة الأعضاء، وبيشيلوا منهم أي حاجة. بقى ما هو اللي بيهاجر ده بيلاقي نفسه في الهو بعد كده. وبعدين حاجة تانية مهمة جدا جدا جدا، إن من هؤلاء الهجرة غير الشرعية اللي تكونت الميليشيات المدمرة القاتلة المخربة اللي خربت العالم. يعني أنت عندك النهاردة اللي كانوا في ليبيا واللي لسه أفتكر لسه ما مشيوش، ما هم دول من الناس بتوع الهجرة غير الشرعية. فلأنه بيهجوا يعني الحلو في الرئيس السيسي انه بيعمل فرص عمل وبيفتح افاق للناس، لانه اللي بيهاجر ده وبيروح يبيع نفسه لاي حد بيستخدمه بان هو يروح يقاتل في دوله مش دولته والقضيه ما هياش قضيته، او بيبوظوا دماغهم يعني بيشتغلوا فيها. كل ده يعني من سنة 16 وهو بيحاربه بإيه؟ أولا بالقوات بتاعتنا، الصقور بتوعنا اللي واقفين على الحدود في كل حتة لأنه بيجوا. نمرة اتنين الـ يعني المجابهة جوه، لأن أنت لازم تقنعي الأسرة وتقنعي الشباب وتقنعي اللي عنده فكرة الهجرة انه لا، يعني انت النهارده جوه بلدك عايز تهاجر ليه؟ ما تقعد هنا وتخدم بلدك. وبعدين بالنسبه للظروف اللي في مصر، يعني انه اتمنعت، لما اتمنع التدفق عليها اتمنع كمان انهم يهاجروا على اوروبا. ولذلك اوروبا النهارده بتشيد إشادة غير معقولة. دي نقطة مهمة، يعني إشادات دولية كتير في حق مصر في جداً مجال مكافحة الهجرة لأول مرة على فكرة. بالظبط. الاتحاد الأوروبي يعني بيعترف إن مصر نجحت إن هي تغلق المنافذ الحدودية أمام المهربين. بالظبط. مش بس المهربين، والمخربين. ما هم دول بيروحوا، ما شفت أنت الراجل، مش عايزين نقول اسمه، يعني اللي كان بيهدد أوروبا بإنه هيبعت لها الناس دي. يعني تجارة واطية منحطة. يعني انت عندك راجل بقى بالعكس، راجل بيحترم الكيان الانساني. صح. بيحترم المشاعر الانسانيه. ومش بس بقى، ما هو كمان بيتفاهم مع الاوروبيين. يعني هو مش بيرمي الحاجه كده، لا، بيحاول يخلي برضو ان المصريين يستفيدوا، وان كل الدول اللي عندها مشاكل ماليه بتخلي امال الناس بتهاجر ليه وبتجري ليه وبتروح تبيع نفسها ليه وتبيع أعضاء من أعضائها ليه؟ لأن محتاجة. فأنت النهاردة هو الرئيس قال لهم للدول الأوروبية، قال لهم لازم أنتوا كمان تساعدوا الدول في أنها يعني تبقى عندها مصانع وعندها
منافذ للعمل على أساس إن مفيش واحد يحس إن هو الدنيا ضاقت في وشه خالص. تمام؟ لدرجة إن أنت النهاردة أنت عندك في مصر ملايين من السوريين وفي لبنانيين وفي يعني من كل حتة في الوطن وليبيين، كل دول قاعدين هنا بيتعاملوا كمصريين. وهو ده هي دي الشفرة المصرية. طب شايفة ازاي محاولة تعميم التجربة المصرية في مكافحة ومحاربة الهجرة غير الشرعية في المنطقة باعتبار مصر ركيزة الأمن والاستقرار؟ طبعاً طبعاً، لأنه هي زي ما أنت قلتي في الأول مصر بقت النموذج الذي يحتذى به، لأنه كل الناس شايفة، الناس بتشوف. بصي يعني ما احنا عندنا الحرب اللي قامت واللي لسه متواصلة بس كل يوم بتخيب زيادة، في أنه احنا وتشويه حاجات وكذب وإطلاق شائعات، الناس شايفة هذا القائد إيه اللي بيعمله لبلده، إيه اللي بيحققه. فحتى الهجرة غير الشرعية ما بقتش ليها مبرر. يعني الأول مثلا كان ممكن يقولوا مبرر أي حاجة، ومبرر كمان لأنه أكيد كان في تواطؤ من الداخل من الناس اللي هي كانت محتاجة، وبتاخد دول وتوديهم على تصدرهم على أوروبا، توديهم على اللي يستخدمهم كجيوش وميليشيات للتخريب ولتحقيق أغراض ما هياش أغراض لا مصرية ولا عربية ولا إنسانية على فكرة. يعني إحنا شفنا أينما حلوا بيحل الخراب. يعني أنا لن أكف عن إن أنا أقول على حسرتي لما بشوف حلب. أنا رحت حلب سنة 93 كنت مبهورة بجمال المدينة السورية العظيمة دي، وسوريا كانت ولا عليها ديون ولا عليها ولا عندها مشاكل، فراحوا يخربوها. قال إيه؟ باسم الدين أو باسم. فمنين؟ خدي بالك إن في كل حتة حصل فيها خراب كان فيها ناس عناصر أجنبية جاية من الهجرة غير الشرعية. فالنهاردة لما الرئيس السيسي يحد من هذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة والمسيئة للإنسانية وللعرب وللمسلمين، لما يحد منها ويفتح الأفاق بقدر الإمكان وبمساعدة اللي اعترفوا بفضله على إنه هو يعمل ده ويوقف الخراب ده اللي كان حاصل، فكل ده يعني بيدي. احنا كل اتكلمنا انا وانتي قبل كده على افريقيا، ان هو لما بيساعد افريقيا وبيخلي الدول الاوروبيه تساعد افريقيا هي بتساعد نفسها كمان، لانه كل ما الانسانيه بدل ما اروح اصرف مليارات على السلاح وعلى القنابل الذريه وعلى الغازات السامه وعلى ما اصرف على البناء. صحيح، وده رجل بناء اجمل حاجه فيه انه رجل البناء. طيب الجهود المصريه المبذوله لمكافحه الهجره غير الشرعيه تضمنت يعني اكثر من وسيله واكثر من تناول، زي اصدار قانون رقم 82 لسنه 2016 بالضبط. زي يعني التعاون ما بين الوزارات، وضع استراتيجيه تنفذها الوزارات والجهات الحكوميه المصريه لمواجهه هذه الظاهره. شايفه ازاي اهميه هذا التنوع في التناول للمشكله دي؟ انا شايفه ده العلاج. يعني النهارده لما يبقى عندك حوالي 19 وزاره ومؤسسه ولا 29 او حاجه كده، يعني كلهم بيتكاتفوا علشان يحدوا من اي خطر او اي احتمال للهجره غير الشرعيه. ففي التضامن وفي جمعيات اهليه وفي جهات حكوميه وفي وزراء، يعني وزارات قصدي، يعني في وزاره التضامن شوفي قد ايه يعني. وكل انسان في مصر بتهيألي انه حاسس ان في رئيس لاول مره من عقود يعني حاسس بيه، ذوي الاحتياجات الخاصه، المرضى، المعاقين، الاطفال اللي عندهم مشاكل بصر ومشاكل سمع، كل ده يعني، والمراه بشكل عام يعني بتاع، يعني كل دي حاجات بتخلي. وبعدين خدي بالك ان في كمان جهات سواء اهليه و اهليه وحكوميه
بتحاول انها تعمل مشروعات الصغيره المتوسطه والصغيره، اللي هي بتخلي الانسان حتى هو الصين بقت على الصين العظيمه كده. الصين كانت الست بتقعد في البيت ويدوها شغل في البيت وهي بتشتغل، بتشتغل ام وبتاخد بالها من بيتها ومن بتاع، وبتعمل شغل تاني للدوله، للدوله بمعنى للدوله للمجتمع يعني. فكل ده بيحصل دلوقتي بشكل يعني زي ما انت قلتي وزي ما كل الناس شايفه، بيدفع الجميع الى الاشاده بهذه التجربه الغريبه. من ضمن الجهود المبذوله اطلاق مبادره مراكب النجاه يا استاذه فريده. طبعا. والحقيقه ان المبادره دي طبعا يعني ايضا كان ليها دور مهم، كلمينا عن دور المبادره دي في مكافحه الظاهره. طيب المبادره دي يعني كان بتروح كل القرى وكل الاماكن، وزي مثلا عشوائيات انت عارفه ان كان الناس بتوع العشوائيات دول كان قدامهم ايه؟ كان قدامهم انه امل؟ مفيش. فكان بتروح لهم بعد حكايه مراكب النجاه دي، كان بتروح لهم وتكلمهم وتشوف مشاكلهم ايه وتساعدهم في حل مشاكلهم وتبصرهم بخطوره الهجره. يعني انت هتسيب هنا لانك انت مثلا يعني بتاكل نص رغيف في اليوم، لو رحت هناك هتفقد حياتك نفسها مش هتلاقي لقمه وهتبقى مطارد. انت عارفه انا كنت بشوف في باريس اللي بيجوا من غير ما هو، بس في ناس في كل حته حتى في الدول الاوروبيه بتستغل هؤلاء، لان هو بيبقى مرعوب وعارف انه من غير اوراق وعارف انه من غير حاجه. وبعدين انت عندك دلوقتي في وزيره هجره الحقيقه انها اسطوريه. يعني شوفي النهارده انتوا بتقولوا انها جابت معرفش كام ملايين الملايين حقوق المصريين من بره. سفيره يعني نبيله مكرم. نبيله مكرم دي يعني فعلا هديه عظيمه. عظيمه ومحترمه ومؤمنه باللي بتعمله. صح. ومؤمنه قوي باللي بتعمله. عشان كده يعني هي بتساعد في حكايه الهجره غير الشرعيه دي، بتساعد في انها تمنعها برضو، بتساعد في حكايه المراكب النجاه اللي بتروح يعني بتروح لكل الناس، كل اينما وجد حد محتاج بتروح له وتقول له يعني انت ايه اللي ممكن تعمله، ايه اللي ممكن تشتغله، ايه اللي ممكن يعني عارفه علاج، تامين صحي، كل الحاجات دي احنا ما كنا بدينا ننساها. يعني بدينا ننسى ان في دوله بتهتم بالمواطن. يعني ما احنا عارفين. طيب انا هستاذنك هنروح دلوقتي لجهود الدوله في مجال الحمايه الاجتماعيه للمواطنين من خلال عده برامج ومشروعات، هنتعرف عليها من خلال هذا العرض ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذه فريده الشوباشي. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في حوارنا مع الكاتبه الصحفيه وعضو مجلس النواب الاستاذه فريده الشوباشي. مره ثانيه اهلا بيكي استاذه فريده. يا اهلا. رجعنا للموضوع اللي كنا بنعرضه دلوقتي على الشاشه وهو برامج الحمايه الاجتماعيه. نعم. لاي مدى ساهمت هذه البرامج اللي بتدعمها الدوله في تخفيض نسب الفقر لدى المواطنين المصريين؟ لا دي ساهمت بشكل جذري. يعني ساهمت بشكل ان النهارده في كتير جدا جدا، انت شوفي الناس اللي كانوا عايشين في البؤر العشوائيه المهينه وما فيش اي خدمات وما فيش اي حاجه،
لا في صرف صحي ولا في مياه شرب ولا في، ما كنا بنشوف الطرمبات اللي بتبقى موجوده وينزلوا منها الميه وبعدين الصرف الصحي. وتعرفي كان في فوضى وفي ناس ما عندهاش ضمير، يعني في ناس ثابت ان يبقى في بناء على الاراضي الزراعيه في حتت مناطق ليست كانت مؤهله ولا معده للبناء. فكل ده انا دايما اقول السيسي ورث خرابه والله العظيم. النهارده بيقلبها من خرابه لقصر. النهارده كل الناس بتتفرج على مصر تقول ايه اللي بيحصل ده؟ ايه كميه الطرق دي؟ ايه كميه المساكن دي؟ ايه كميه الوحدات الصحيه؟ ايه التعليم ده؟ ايه يعني في نهضه، يعني فعلا مصر بترجع لمكانها ومكانتها. فعلا يعني. فانا شايفه ان هو يعني زي ما قلنا قبل كده هو ودانه على أنين المصريين أو ضحكتهم أو سعادتهم، فهو عايز دايما يسمع ضحكة وسعادة، فبيحاول إن هو كل ما يمكن أن يسهل حياة المصريين ويحفظ لهم كرامتهم. خدي بالك إن كلمة حياة كريمة دي، كلمة الكرامة ده لما تدخل عندنا دلوقتي دي طبعا دي هي دي الـ الـ الأساس، أساس حياة أي إنسان، التكوين المصري طبعا. لا وكمان مصر، مصر يعني دايما يعني علمت الناس حاجات كتير، فمش معقول تيجي في الاخر هي تنكمش كده وتبقى عندها يعني. طب من ضمن مشروعات الحمايه الاجتماعيه اللي طبقتها ونفذتها الدوله في الفتره الاخيره هو مشروع تطوير العشوائيات، شايفه ازاي هذا المشروع وشايفه ازاي نجاح الدوله المصريه في القضاء على العشوائيات؟ انا شايفه ان دي حاجه تاريخيه وهتتكتب في صفحات التاريخ، يعني بعد ما انا اكون سبت هنا بقالي مثلا 1000 سنه والله العظيم. لانه فعلا فعلا هذا الرجل عظيم. انا كنت بشوف العشوائيات دي كنت بحس ان انا مكسوفه ان انا مصريه، انا بنت الناس اللي بنوا الاهرام ابقى كده في الحاله دي. فالنهارده لما يجي بقى الاسمرات و لغايه العنب مجرى العيون وكل الحاجات اللي بتحصل دي اللي النهارده بنشوفها بننبهر بيها وبجمالها، والناس كلهم بيعبروا عن سعادتهم هم فيها، لان ما حدش هيبقى مبسوط وهو مدفون كده في جحر في وسط الـ 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 الهو كده يعني. لا يعني في احساس بان احنا بنسترجع تاني الـ كياننا كمصريين. احنا كنا بنروح الدول العربيه، كنا بنروح الدول العربية دكاترة مهندسين مدرسين، بعد كده كنا بنروح يعني أي اللي طب عايزة أتكلم عن تكافل وكرامة، هو من أهم البرامج الاجتماعية. أيوة. طبعا الحماية الاجتماعية اللي موجودة دلوقتي في مصر، ونقرأ بعض الأرقام. يعني مثلا المخصصات الدعم زادت ليه عدة مرات ووصلت ل 18 مليار جنيه في عام 2019، وكمان وصل إجمالي الدعم المقدم من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 44 مليار جنيه. شايفة الأرقام دي إزاي وزيادتها بهذه المعدلات الكبيرة في مدد قصيرة؟ لا شايفة إن ده حد مصمم إنه ينهض بمصر، مصمم يعني، مش بيقول مثلا طب معلش بقى ننقذ الربع والثلاث أرباع يبقى ليهم رب يبقى لا، ده واحد عايز إن كل إنسان في مصر النهاردة يحس إن مصر الجميلة الجديدة العظيمة اللي كله بيحترمها النهاردة، اللي بيحترموها عشان وضعها وعشان سلوكها وعشان تطبيق السياسة الجديدة فيها، كل دي حاجات تفرحنا. بس عايز أقولك على حاجة، هذا الرجل لما قال كمان إن حياة كريمة في الريف، تطوير الريف، أنت عندك الريف ده نص المصريين وزيادة شوية، 56% من المصريين. الكرامة عنده يعني هو حاسس أو شايف إنه الكرامة هي أساس البناء، هي الدعامة اللي بتتبني عليها مصر الجديدة بقى، اللي هي الاعتزاز بالكرامة. الاعتزاز بالكرامة ده حاجة ملهاش حل يعني. فالنهاردة تكافل وكرامة طبعا بيساعد وكده، لكن حياة كريمة وتطوير الريف، الريف اللي هو كان برضو يعني كتير منه كان عايش في ظروف مأساوية، النهاردة أنا لما بشوف الناس قد إيه فرحانة بتطوير القرى بتاعتهم
يعني بحس ان انا كمان فرحانه. طبعا. طب الدولة استحدثت يعني عدد من المبادرات يا أستاذة فريدة من خلال صندوق تحيا مصر، وهذا صندوق طبعا اللي أسسه وأطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايفة إزاي دور الصندوق فعلا في دعم المصريين من خلال عدد من المبادرات المختلفة؟ شوفي أنا شايفة إنه تحيا مصر ده تجسيد للتكتل اللي خلف الرئيس، وأنا شايفة إن من أروع أمثلته القناة السويس الثانية اللي تلم لها المبلغ في ظرف مفيش. يعني دي حاجات يعني محدش يقدر ينكرها وقدامنا وفي الواقع بتاعنا. فصندوق تحيا مصر كل حاجة ممكن تتعمل على أي مستوى، صحي، تعليمي، فرص عمل، تحسين الحياة، كل ده بيساهم فيه صندوق تحيا مصر، وبشكل يعني بإيمان بأهمية اللي بيعمله يعني. ممتاز. طيب أنا هستأذنك، هنروح لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وللحديث عن أهمية ونجاح البرنامج إحنا معانا على التليفون الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور مساء الخير. مساء الخير أستاذة ريهام، تحياتي لحضرتك وللأستاذة فريدة الشباشي، وتحياتي للسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني برنامج الإصلاح الاقتصادي هو اللي ساعد وساهم بشكل رئيسي في توفير فرص العمل للشباب، واللي ساهم بشكل مباشر كمان في الحد من مشكلة الهجرة غير الشرعية. لأي مدى نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في توفير فرص عمل للشباب وإنه يحد من البطالة، وإزاي ده انعكس بشكل أو بآخر يعني على ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ اتصور انه برنامج الاصلاح الاقتصادي مش بس انه وفر فرص للعمل، لكن الاكثر اهميه انه اعاد الثقه في الدوله المصريه. وده الحقيقه كان امر هام للغايه، لانه يمكن حينما ازدادت الهجره غير الشرعيه خلال فتره التقلبات اللي شهدتها مصر خلال فتره 2011 2013 ووصولا ل 2014، هي كان مشهد ضبابي لحد ما، كان في فقدان في الثقه في الدوله بشكل عام وفي الاقتصاد المصري بشكل خاص. اتصور انه برنامج الاصلاح الاقتصادي مش بس اصلح مؤشرات الاقتصاد على المستوى الكلي، لكن كمان الاكثر اهميه انه استطاع ان يقدم الكثير من الخدمات اللي كان بيحتاجها المواطن. احنا حينما نتحدث عن مشروعات قوميه للكهرباء، للطرق، للصرف الصحي، لمياه الشرب، ثم وصولا بقى لمشروع تطوير الريف المصري اللي بيمس اكثر من نصف تعداد سكان مصر، بالتاكيد ده كله بيعيد الثقه من جانب المواطن في دولته. وده الحقيقه امر مهم جدا، لانه صحيح المواطن يحتاج لفرصة عمل، يحتاج لدخل حقيقي، لكن كمان يحتاج لمعيشة جيدة. الحقيقة كل المشروعات القومية كان الهدف الأساسي منها هو رفع جودة مستوى المعيشة، وبالتالي يبقى برنامج الإصلاح الاقتصادي مش بس إنه وفر فرصة عمل سواء كانت في إطار المشروعات الكبيرة أو في دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي كانت الحقيقة عنصر أساسي في توفير المزيد من فرص العمل، لكن برنامج الإصلاح الاقتصادي أهم ما قدم هو توفير خدمات جيدة لائقة للمواطنين، بعيدا عن مشاكل كنا بنشهدها خلال السنوات الماضية سواء كان في الكهرباء أو في الطرق واختناقات الحقيقة كنا بنشهدها في الطرق الرئيسية. الحقيقة كل ده كان بيعيق المواطن عن أن يعيش حياة كريمة وجيدة، وبالتالي يمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحقيقة أهم من أنه وفر المزيد من فرص العمل ونزل بمعدلات البطالة لمستوى قياسي، يمكن وصلنا لحوالي 7.3%، يمكن جاءت جائحة كورونا رفعت هذا الرقم نسبيا، لكن أتصور أنه مع عودة الحياة تدريجيا ومع انفتاح الاقتصاديات وحركة التجارة الدولية ومع عودة قطاع السياحة لمعدلاته الطبيعية، أتصور أنه معدلات البطالة سوف تتجه لمزيد من الانخفاض. طب البرنامج كمان ساعد يعني على توفير برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجا، قولي إزاي لعب برنامج الإصلاح الاقتصادي فعلا دور مهم في مساعدة الدولة على توفير برامج حماية اجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا؟ أتصور أنه يمكن صندوق النقد هو يتحدث خلال السنوات الماضية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، هو أعاد الثقة مش للاقتصاد المصري، هو أعاد ثقة المجتمع الدولي في صندوق النقد الدولي، لأنه الحقيقة برامج صندوق النقد خلال عقود طويلة الحقيقة كان بيشوبها الكثير من الانتقادات. يمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الحقيقة هو اللي أنقذ صندوق النقد اللي دوما كان بيتهم على أنه برامجه اقتصادية قاسية بعيدا عن مراعاة البعد الاجتماعي. يمكن البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أهم ما كان يميزه هو مراعاة البعد الاجتماعي
مسانده الطبقات الاكثر تضررا او الاكثر فقرا. وده الحقيقه كان امر هام للغايه انه مؤشرات او مستهدفات برنامج الصحه الاقتصادي على المستوى الكلي تحققت بارقام جيده للغايه فاق تقديراتنا وتوقعاتنا وتقديرات وتوقعات صندوق النقد. لكن كمان الحقيقه كان بيتزامن مع انه هذا البرنامج راعى بنسبه كبيره للغايه البعد الاجتماعي، ومش بس خلال برنامج الصحه الاقتصادي، لكن كمان ما تحقق من فوائد كبيره من برنامج الصحه الاقتصادي هو اللي مكن الدوله المصريه خلال جائحه كورونا انها تقدم المزيد من المسانده للفئات اللي تضررت بفعل جائحه كورونا، فكان العماله غير المنتظمه او العماله في قطاع السياحه او غيره. والحقيقه ده كله كان ثمار برنامج الصحه الاقتصادي، الحقيقه ساعد كثيرا في توفير فرص عمل، ساعد كثيرا في تحسن مستوى معيشه المواطن، والاكثر اهميه هو اعاده درجه ثقه المواطن المصري في دولته، انه هذه الدوله تستطيع ان تحقق للمواطن المصري مستوى ينافس مستوى المعيشه في العديد من دول العالم. طيب برنامج الاصلاح الاقتصادي يعني حظي بالعديد من الشهادات الدوليه، معنى الشهادات دي ايه؟ وازاي يمكن تعزيزها او الاستفاده منها لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه الى مصر؟ هو يمكن الظروف الحاليه في المجتمع الدولي ظروف صعبه وضاغطه على كافه الاقتصادات، يمكن الحقيقه من الامور الطيبه لله احنا خلال الجائحه كنا بنحقق معدل نمو اقتصادي مش بس ايجابي لكن من بين المعدلات الاعلى على مستوى الدوله. يمكن العديد من الاقتصادات خلال الجائحه وخاصه الاقتصادات الكبرى حققت معدل نمو سلبي او معدل انكماش، ويمكن ده كمان كان بفعل برنامج الصحه الاقتصادي وبفعل القرار الجاي اللي خدته الحكومه المصريه بعدم غلق النشاط الاقتصادي لادراك تام انه غلق النشاط الاقتصادي سوف يؤثر على المجتمع ككل. صحيح انه هذه الاشادات اللي اتت من صندوق النقد او من غيره من المؤسسات الدوليه، وكمان الحقيقه مؤسسات التقييم اللي حافظت على تصنيف مصر والنظره الايجابيه للمستقبل للاقتصاد المصري، كلها الحقيقه كانت رساله هامه للغايه لمؤسسات الاستثمار وصناديق الاستثمار العالميه كي تضع الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات الجاهزه والتي تستطيع ان تستقبل الكثير من الاستثمارات. اتصور انه ده هيتحقق وهيزيد على ارض الواقع بمجرد عوده الحركه والنشاط الاقتصادي العالمي لمعدلاته العاديه. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل، شكرا لك. اخيرا استاذه فريده، قولي لي شايفه فعلا الدور اللي قام بيه برنامج الاصلاح الاقتصادي في العبور بمصر من ازمه زي جائحه كورونا في وقت في دول كبرى تاثرت بشكل كبير اقتصاديا؟ طبعا. اولا في مراعاه جامده جدا جدا للظروف الاحترازيه، ويعني في صرامه في الموضوع ده. الحاجه الثانيه ان الاصلاح الاقتصادي ده يعني كنا عايشين في وهم، في اكذوبه يعني اسمها ان الدولار ب6 جنيه مثلا، واخده بالك؟ فكان الناس المستغله بقى اللي طلعوا في ايام الانفتاح بياخدوا ب6 جنيه ويروح يشتري بيه حاجات وهو في الواقع يعني 20 جنيه مثلا، فكان بيبقى في فرق فظيع. حتى الدعم بتاع البترول والطاقه اللي كانت للمصانع لما كانت بيعملوا لها دعم على اساس السعر الوهمي، فكان انت بتدفعي، احنا المصريين الغلابه كنا بندفع للمليارديرات. فده الاصلاح الاقتصادي ده خلانا فعلا بنعيش الواقع كما هو بامانه وبامان، مش بنعيش في وهم يعني. وعلى فكره في حاجه حلوه قوي عملها الرئيس، لان انا دايما بقول لك ان احلى حاجه فيه انه بيتابع، انه هيئه التامينات ما حدش يقرب لها، لانه قبل كده في هيئه التامينات كانت الدكتوره ميرفت التلاوي عملت مشكله في الحكايه دي ووقفت، بس طبعا غلبوها، سرق خدوا فلوس التامينات بتاعتنا وصرفوها على الحكومه وسابونا كده. تمام، لكن الفلوس موجوده وفي امان الحمد لله. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشباشي عضو مجلس النواب، شرفتينا، واشوفك ان شاء الله في مواجهه جديده. شكرا شكرا ليكي، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوفكم ان شاء الله بكره، تصبحوا على خير.